a long way. We're gonna continue to fight until we get justice. We get justice. We get justice. أينما كنتم السلام عليكم. نار الغضب لا تزال مشتعلة في شوارع مدن أمريكية عديدة. لا خطوات فعلية حتى الآن من السلطات تهدئ الجماهير الغاضبة على أسلوب قتل الشاب الأمريكي الأفريقي جورج فلويد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صب الزيت على نار الأزمة بحسب مراقبين، تارة عبر الحديث عن الكلاب الأكثر شراسة في العالم، وتارة أخرى عبر التهديد بنشر الجيش، وهو ما رفضه وزير الدفاع مارك إسبر معلنا عدم تأييده استخدام قانون التمرد لمواجهة الاحتجاجات. خارجيا، أصداء تظاهرات الشارع الأمريكي كان وقعها صاخبا في تل أبيب، حيث انعكست خوفا في الإعلام العبري من خسارة الحليف الاستراتيجي، حليف يعيش حالة من التمزق بحسب كاتب توماس فريدمان الذي قال إن أسوأ مخاوفه بشأن مستقبل أمريكا أصبحت الآن واقعا، وإنه لم يعد متأكدا من قدرة الأمريكيين على تحقيق انتقال سلمي للسلطة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. أمريكا نريد أن نتنفس. تحت هذا العنوان مشاهدينا، تتابع الميادين تغطياتها التطورات في الولايات المتحدة لتنقل إليكم واقع الميدان والسياسة والأبعاد مع مراسليها من أرض الحدث ومع ضيوف نناقشهم في الخلفيات والارتباطات. إذن تنطلق اليوم مراسم تأبين الشاب الأمريكي الأفريقي جورج فلويد بعد أكثر من أسبوع على التظاهرات المنددة بمقتله. الناشط الحقوقي آل شاربتون التقى عائلة فلويد معلنا أن مراسم التشييع ستبدأ من المكان الذي وقعت فيه الجريمة. في هذه التغطية مشاهدينا سيكون معنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان، سيكون معنا أيضا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، ومعنا هنا في استوديوهات الميادين مديرة الميادين أونلاين بهية حلاوي. أهلا بكم جميعا ضيوفنا في هذه التغطية. أبدأ معك منذر من آخر التطورات، الميادين تواكب أول بأول لحظة بلحظة إن كان على مستوى الميدان أو في السياسة. الآن كيف يبدو المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استمرار هذا الغضب، وخاصة المشهد اليوم وردود الفعل بعد التباين داخل الإدارة الأمريكية ما بين وزير الدفاع مارك إسبر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ بداية، الملفت أن المتظاهرين يتجمعون ويقومون بالمسيرات في كل وقت، يعني بمعنى أن في بعض المدن تسير المسيرات بشكل متواصل، يعني مثلا التجمعات في واشنطن تتم، في نيويورك حتى مسيرات. معنى ذلك أن الزخم مستمر، وبالطبع يبلغ حالة الذروة في وقت المساء تقريبا ويستمر. طبعا هناك تطلع لمراسم التأبين التي ستجري، وسيكون هناك خطاب هام جدا لآل شاربتون كما أشرتم، وهو يعني قسيس و أيضا من نشطاء حركة الحقوق المدنية، معروف جدا، وهو من نيويورك أصلا، ولكن وله برنامج تلفزيوني على محطة NBC. هو سيقدم نوع من البيان المتعلق بالمرحلة القادمة، بالخطة القادمة، وبمعنى سيضع خطوط عريضة إلى حد ما. هو ليس ناطق باسم الحراك، ولكنه إلى حد ما سيكون بعض النقاط التي طرحها، بالإضافة إلى ما قدمه أوباما أمس أيضا في بيان قدمه خلال نشاط مع المجموعة التي كانت تقصد وأسسها هو خلال عهده، التي تقصد رعاية الناشئة من الأمريكيين الأفارقة. ولكن على المقلب الآخر، هناك شبه انتفاضة عسكرية أو تمرد عسكري
من القيادات العسكرية النافذة المتقاعدة. هذا شيء، هذا مشهد لم نشهده في أمريكا منذ عقود، أو لم يكن أصلا غير مسبوق أن يقوم وزير الدفاع سابق ورؤساء هيئة أركان وقادة عسكريون، بالإضافة إلى وزير الدفاع إلى حد ما يختلف مع الرئيس، وقادة الأسلحة المختلفة القائمين حاليا يوجهون رسائل طمأنة بأنهم سيحاربون العنصرية داخل القوات المسلحة التي يبلغ تعداد على الأقل الأمريكيين الأفارقة ما يقل عن 200,000 داخل القوات المسلحة. هذا الموقف بالتأكيد موقف كبير جدا يحاصر الرئيس معنويا، رغم أن الرئيس يتصرف ترامب هو يكيل المديح للأشخاص بما فيهم وزير الدفاع ماتس. والآن بعد أن وجه هذه الرسالة اللاذعة غير المسبوقة هو الآن ينتقده ويقول بأنه لم يكن ناجحا، لماذا اخترته وأكلت له كل المديح قبلا؟ فبالطبع هذا التناقض واضح يدل على ارتباك الرئيس ومحدودية خياراته. الجوهر في موقف القوات المسلحة والقيادات العسكرية، هؤلاء مجربون في الميدان، يعرفون مسألة استخدام القوات العسكرية ضد عدو خارجي أو ما يمكن اعتباره عدو خارجي. فكيف يكون أن حدود القوة العسكرية فيما يتعلق عندما يكون الأمر يتعلق في الداخل وفي إمكانية أن تتحول إلى حرب أهلية داخلية؟ لذلك هذا الموقف هو موقف خطير جدا وموقف يحاصر الرئيس. وربما هذه المواقف الخطيرة منذر هي التي أدت إلى أن يكون هناك توجس كبير مشاهدينا في إسرائيل. هذا التوجس انعكس في الإعلام العبري. نتابع التفاصيل في هذا التقرير لمنال إسماعيل. أصوات التظاهرات المتواصلة في الولايات المتحدة تنديدا بالعنصرية الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد ترددت أصداؤها بقوة في إسرائيل. قنوات التلفزة الإسرائيلية اختارت وفي خطوة لافتة عنوانا موحدا للتعامل مع هذه الاحتجاجات، وهو أمريكا تشتعل. في واشنطن العاصمة تم نشر 1600 جندي لقمع الاحتجاج. الرئيس ترامب أراد أن يظهر سيطرة، لكن يبدو أن زيارته إلى الكنيسة والنبرة العدائية شجعا تحديدا المتظاهرين على الاستمرار. وفيما رأى مراقبون إسرائيليون أن تعامل ترامب مع الاحتجاجات أسهم في تأجيجها أكثر، أشار آخرون إلى أن لهذه الاحتجاجات تأثيرا مباشرا على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية. الوضع ليس جيدا، وهناك أمر واحد وواضح، وهو أن هناك انتخابات بعد عدة أشهر وأن الوضع معقد، وهذه الاحتجاجات ستؤثر على ترامب وخصمه بايدن أيضا الذي يحتاج إلى أصوات البيض لينجح. معظم الأشخاص الذين يتظاهرون في الشوارع لم يقوموا بأعمال شغب، لكن القنوات تبث على نحو رئيسي الأعمال المخالفة للقانون، ما أنتج صورة معينة لهذه التظاهرات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز الجهات المحافظة ويرفع من أسهم ترامب. وفي ذروة هذه الاحتجاجات تبدو إسرائيل قلقة على مصالحها بسبب انشغال حليفتها الاستراتيجية بشؤونها الداخلية. وبحسب محللين فإن صور أمريكا المشتعلة مع الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة تثير القلق الشديد لدى إسرائيل التي تريد وتحتاج إلى الولايات المتحدة قوية لضمان مصالحها. وأولى انعكاسات هذه الاحتجاجات بدت في كلام مسؤولين إسرائيليين عن طلب أمريكي بتأجيل موضوع ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية إليها، والذي كان مقررا في الأول من تموز يوليو المقبل. إذن مشاهدينا، كما استمعنا في هذا التقرير الزميلة منال إسماعيل، هناك أصداء لهذه التحركات. لماذا ناصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، لماذا هذا الصدى الكبير لهذه الاحتجاجات الأمريكية في الداخل الإسرائيلي؟ لماذا؟ لأنه مصير إسرائيل متعلق بما يحدث هناك. لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة أكثر. في البداية رسميا هناك صمت، ابتلعت إسرائيل لسانها. حزبيا هناك صمت وخرس كامل، لا يجرؤن لا بيني جانتس ولا أي حزب أن يتفوه بكلمة أخرى ضد أرباب نعمتهم أو في محاولة للتفسير. ونتحدث عن 8 أيام عبد الرحمن، ليس صمت ساعات ولا يوم ولا يومين. صحيح. 8 أيام ولا حرف، ثم إعلاميا أيضا ولا حرف. فيما يتعلق بالإعلاميين، يعني
إسرائيل اليوم مثلا، الآن ونحن نتحدث عنوان الرئيسي كبار المحللين في إسرائيل اليوم، وهي جريدة تابعة لنتنياهو، يتعمقون في تفسير ما الذي يحدث في أمريكا، ولا يتعمقون ولا أي شيء. هم يشنون حملة بغضاء ضد الأمريكية الأنارخيستم فوضويين، ويعتبرون أنهم هم الذين أشعلوا أمريكا. وبالمقابل يقولون إن ترامب أخطأ إذ ينزل الجيش وكان يجب استيعابها، ويقولون إننا نحن نحب ترامب، لكن ما حدث مع جونسون في الستينيات قد يحدث الآن. بمعنى آخر، إذا يذكر الباحثون مارتن لوثر كينج وما حدث في الستينيات وحرية الأفارقة في الولايات المتحدة الأمريكية، شيمري تمائير رئيس التحرير وضعت صورة نتنياهو مع الإنجيل وقالت هل قرأ الإنجيل أصلاً؟ هل قرأه أصلاً؟ في إشارة إلى أنه الرحمة والشفقة وغيرها. الباحثين الاستراتيجيين كانوا حذروا من أنه هذا سيخسر إسرائيل الجبهة الداخلية الأمريكية والمصوت الأمريكي، وفي لحظة من اللحظات سيشعر الأمريكيون أنهم تحت احتلال النفوذ الصهيوني وينقلبون عليها. وبالمناسبة سجلنا في الأشهر الماضية تقارير استراتيجية لإسرائيل كانت تتنبأ بأن حركة البي دي أس قوتها وانتشارها وعظمتها في الولايات المتحدة الأمريكية ستخلق جيلا يكره إسرائيل ويكره الاحتلال وينقلب عليه ويدعو إلى تحرير البيت الأبيض والكونغرس من الاحتلال الصهيوني. هذا بعض من التفسيرات العميقة التي تجري. يراقب المراقبون في تل أبيب ما الذي يحدث في إسرائيل، هم يعرفون أنهم الخاسر الأكبر والذي سيدفع فاتورة سقوط ترامب بهذا الصدى المدوي. وهذا ينعكس بطبيعة الحال بالإعلام، هناك مجموعة من العناوين، هذه العناوين مشاهدينا سنطلع عليها مع زميلة بهية حلاوي مديرة الميادين أونلاين. أهلا بك مجددا بهية. إذن الإعلام الإسرائيلي، ما هي العناوين التي ركز عليها بالنسبة لهذه التغطية على مستوى الاحتجاجات الأمريكية؟ نعم عبد الرحمن، التركيز اليوم والبارحة كان على انتقاد مشاهد العنف ومشاهد التكسير، وربما غفلوا أساسا على أن هذه المشاهد قديمة وأن معظم المظاهرات أو الاحتجاجات باتت اليوم سلمية. وكانوا موقف تأييد لترامب، أفهم منك؟ هم يحاولون تشتيت تركيز أو تشتيت اهتمامات الناس في الداخل الإسرائيلي، ومحاولة إيحاء بأن هذه المظاهر يعني تعكس نوع من الفوضى في أمريكا، وهذا لا يعكس إلا يعني إعادة تقييم لسلوك وطريقة أداء الإسرائيليين. عادة ما يحاولون إيجاد زوايا غير منطقية هي في الأغلب حساسة ليوظفوها في تحقيق مكاسب سياسية وإلى ما هنالك. نقاط سريعة حول هذا الموضوع، نشاهد اليوم نوع من التوتر في الساحة الافتراضية بين الإسرائيليين والأمريكيين. تحدث عن التفاعل بين المغردين والناشطين. بالنسبة للإسرائيليين هم يعني على حذر، وهنالك نوع من الخوف إزاء تغير السياسة الخارجية لأمريكا وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل. أما في الداخل الأمريكي ومعظم من علقوا وتفاعلوا مع هذا الموضوع، نجد أولا أن هنالك انقسام حول مواقف ترامب أساسا، ويعني من دعم إسرائيل. هم هذه الظاهرة بدأت يعني بدأنا نرصدها خلال تفشي فيروس كورونا وقيام ترامب بالتبرع لإسرائيل بالأموال والكمامات الطبية وغيرها، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعاني من نقص شديد في هذه المواد الطبية. أيضا إضافة إلى هذا الموضوع، من يشاهد الساحة الافتراضية يستغرب من موقف الإسرائيلي لأنهم يتصرفون وكأنهم بقمة السلمية ونسوا كل مشاهد العنف والإجرام الذي يمارسونه بحق الفلسطينيين، وبالتالي الناس تسأل عن ازدواجية التعاطي حول هذا الموضوع أيضا. وأخيرا يعني يأخذنا هذا الموضوع إلى تقرير نشرته أمنستي، هذه المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان، وهذا التقرير يعود إلى عدة أشهر، يعني ربما 9 أشهر أو 10 أشهر. مضمون هذا التقرير يعني يحمل بعنوانه أساسا استفسار عن سبب أو اختيار أمريكا للإسرائيليين للخضوع لتدريبات عسكرية. نتحدث عن هذه المشاهد بهية من هذا التقرير الذي تحدثين عنه الذي نشرته أمنستي. طبعا تحدثوا وتساءلوا عن سبب اختيار عناصر الشرطة الأمريكية لخضوعهم لتدريبات، إن كان في إسرائيل عبر يعني أجهزة أمنية إسرائيلية، أو يعني حضور بعض الضباط والعسكريين الإسرائيليين لإعطاء الأمريكيين وعناصر الشرطة الأمريكية بعض التدريبات حتى في ولايات منها فلوريدا، نيوجيرسي، كاليفورنيا، بنسلفانيا، أريزونا وواشنطن وغيرها.
يعني هم حاولوا الربط أو يعني محاولة في تحليل أسباب هذه العنجهية والفاشية في التعاطي مع من قبل بعض عناصر الشرطة تجاه الأمريكيين الأفارقة. يعني ردوا هذه العنصرية والممارسات الإجرامية للتدريب الذي خضعوا له من قبل الإسرائيليين. في هذا التقرير التي تناولته أمنستي هم طرحوا عدة يعني أسئلة، أولها سبب اختيار الجهة الأكثر إجراما والجهة الأكثر تمكينا بالفلسطينيين لتدريب عناصر الشرطة الأمريكية، وعاد المشهد السياسي الأمريكي وعاد الناشطون ليتداولوا بمواد مفادها أن السلطات الأمريكية فشلت في إيران وأفغانستان عبر استخدام العنف والعسكر والذهاب إلى حروب يعني في هذه البلدان، وقالوا أنهم اليوم يعني يتعرضون إلى نوع من هذه الأعمال العنيفة في الداخل الأمريكي. وبهية نحن سنوسع ربما أكثر بهذا المحور موضوع تعاطي الشرطة الأمريكية أيضا مع المحتجين، وكيف يرتبط الموضوع كما ذكرت موضوع التدريبات إن كان على مستوى الذهاب إلى إسرائيل تلقي تدريبات أو ذهاب ضباط من الشرطة الإسرائيلية لتدريب الشرطة الأمريكية ومشاهد العنف التي نراها. ولكن منذر أعود إلى ما قاله ناصر قبل قليل لأنه كلام هام ومنعكس أيضا على مستوى الإعلاميين في إسرائيل يعكس حالة من الخوف. هل فعلا قد تصل الأمور إلى يوم في الولايات المتحدة الأمريكية تفقد فيه إسرائيل الدعم من واشنطن؟ ومنذر قال أنه سيكون هناك أجيال من الكارهين لإسرائيل في البيت الأبيض، هل يمكن أن يصل هذا اليوم استنادا إلى هذه التطورات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب الكتاب الأمريكيين أنها تطورات استثنائية لم تشهد لها الولايات المتحدة من مثيل؟ طبعا هذا الأمر ممكن ولكنه بعيد، ليس في القريب العاجل ولا حتى في المتوسط، وأنا لا أتشائم هنا لأنه عملية التغيير في هذا البلد ليست سهلة بسبب احتكار الحياة السياسية من قبل حزبين، هذان الحزبان يقدمان كل الدعم للكيان الإسرائيلي، ولا يجوز أن يكون لدينا أي أوهام حول أن لو بايدن أتى للرئاسة سيتغير الأمر بصورة جوهرية عن دعم إسرائيل، بمعنى أنه ستأخذ الأمور منحى جذري في الولايات المتحدة يغير الطاقم السياسي بكامله ويجعل من العناصر الشابة الجديدة الدم الجديد في الولايات المتحدة الذي احتل جزء منه مقاعد في الكونغرس مؤخرا في انتخابات 2018 يحتاج إلى فعلا تغييرات جذرية. ولكن لماذا خوف ورعب إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي؟ رعبه أنه دائما بالنسبة لهذا الكيان أي مسألة تتعرض يعني الحليف الحامي الأساسي الأصلي الذي يحمي الكيان الإسرائيلي إذا تعرض إلى هزات أصلا الوكيل الموجود في المنطقة الوكيل العنصري الواضح هو يشعر بأن أي انتقاد له مسألة وجود، فبالتالي من هنا مسألة البقاء والوجود لأنه هو يعني السارق الذي لا يكفيه أن يتم إعطاؤه والقبول بأن يأخذ جزء من الأسلاب، ومع ذلك هو يتصرف بعقلية السارق ويخاف دائما من يوم الحساب وأي انتقاد. لذلك يعني لو ربطنا هذا الأمر في موضوع كيف استطاع اللوبي الصهيوني والنفوذ الصهيوني في الولايات المتحدة أن ينتشر أبعد من الجماعات الدينية وغيرها المتصهينة وغيرها، هو دخل في التوأمة لموضوع العلاقة بين الشرطة الإسرائيلية والشرطة في عدة مدن أمريكية، لا بل أنهم فرضوا أن يتم اعتماد خبراء إسرائيليين في الموانئ والمطارات الأمريكية بحجة أن إسرائيل لديها والكيان الصهيوني لديه خبرة في كيفية مواجهة الإرهاب وإمكانية أن يتم اعتداءات إرهابية على المنشآت الحيوية في الولايات المتحدة، بمعنى أن هذا الأمر قائم. إذن التغيير في الولايات المتحدة تغيير بطيء، ولكنه الآن هناك أمل بالتغيير أكثر من أي فترة مضت، والقلق في إسرائيل هو قلق حقيقي، وقلق مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة قلق حقيقي أيضا، ولكن الأجندة الأولوية بالنسبة لهؤلاء ليست السياسة الخارجية. في الداخل الأمريكي هناك رغبة في إحداث تغيير بنيوي على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي الصحي بصورة أساسية، وعلى صعيد أيضا القانوني
هذه الأجندة الأولية، أجندة اجتماعية اقتصادية سياسية انتخابية، ولكن فيما يتعلق في السياسة الخارجية بالتأكيد إذا حصلت هذه التطورات ستتقاطع وسيكون لها نتائجها على المستوى الدولي، بمعنى أنه مكانة أمريكا وطريقة تصرفها ستتغير نهائيا من نزعة الهيمنة والتدخل العسكري إلى نزعة أقل عدوانية، خاصة إذا وصل عدد كافي من الأعضاء الذين يمثلون هذا الحراك الشعبي إلى مواقع في الكونغرس. ولكن ناصر، في المقابل، لماذا هذه الخشية الكبيرة والقلق والحديث عن هذا القلق الكبير في إسرائيل، وبنيامين نتنياهو صباحا ومساء يتغنى بأنه نسج علاقات دولية كبيرة لإسرائيل وهو يمشي بمسار التطبيع، لماذا كل هذا القلق في المقابل؟ لأن اللص دائما قلق، والحرامي لا ينام وهو مرتاح. نتنياهو لس سرق أرض وشعب واحتلال، وبالتالي يبقى قلقا. هذا دور الوظيفة أن يبقى قلقا. اثنين، كل ما يتحدث به الإسرائيليون حول العلاقات الدولية هي عبارة عن تضخيم ومبالغة، لأنه في مراكز الأبحاث الاستراتيجية قالوا خسرنا قارة أوروبا، خسرنا أفريقيا في التصويت الأخير لصالح فلسطين، خسرنا أمريكا اللاتينية وبالتأكيد آسيا والمجموعة الدول عدم الانحياز، وقالوا حرفيا نخشى أن نخسر قارة أمريكا الشمالية. وبالتالي هذا القلق هو الحقيقي، لكن ادعاءات نتنياهو مختلفة تماما. بالمناسبة عبد الرحمن، الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاستقرار وعبارة عن فرض هيبة وهيمنة وسطو وبلطجة على العالم، وليس فقط بكفاءات أبنائها، يعني حتى في استهلاك الطاقة، في دور الفرد، في غيرها. نيو آيلاندز مثال على ذلك ما حدث، دكتور مونتر يشرح أكثر مني حول القارة، حول أمريكا الشمالية. لكن الإسرائيليين قبل قليل سمعتم على التلفزيون يقولوا هناك شرطة ساديين في الشرطة الأمريكية، وأضافوا بكف، يعني عيب تماما أنت تسمع لفاجر يدعو إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق. لا يرى نفسه، لا يرى نفسه، وقد عمل الإعلام والمسح الدماغ عمله في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. فتجد الإسرائيلي يعني يذرف الدموع، والأم الإسرائيلية تذرف الدموع، يا حرام جورج فلويد توفي يعني وخنقوه، I can't breathe، وهي لا ترى. ولم يتحدثوا عن إياد الحلاق ناصر، وهي لا ترى. وعلى فكرة هذا انفصام كامل في الشخصية، وسيؤدي إن أجلاً أو عجلاً إلى الصدمة، وحتى وإن كانوا يعيشون مرحلة الإنكار. يعني هناك إسرائيليين متضامنون مع جورج فلويد ويقولوا عيب السادية، عيب، مش شايفين البلاوي اللي فيهم، مش شايفين الأمراض النفسية والعقلية اللي بيمارسوها ضد الفلسطينيين. ومسألة وقت وتتضح الأمور. أنا أرى أن الربط بين بين الشرطة الإسرائيلية والشرطة الأمريكية كما قال منذ، وربط حقيقي، أنه الظالم نفسه، والنتيجة الهزيمة نفسها كما هو متوقع في التاريخ دائما. شكرا جزيلا لك مدير مكتب المدينة في فلسطين المحتلة ناصر لحام، وشكر موصول لك أيضا منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. مشاهدينا، هذه الاحتجاجات التي نتحدث عنها ونواكبها من خلال تغطيات الميادين، هذه الاحتجاجات الراهنة على مقتل فلويد لم تكن حدثا مفاجئا، إنما امتداد لأكثر من 30 عاما من التظاهرات والاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية ردا على العنصرية. بسانت الرهف، أهلا بكم. صحيح أن جريمة مقتل جورج فلويد العنصرية حالة مأساوية، لكنها ليست استثنائية. إنها امتداد لتاريخ حافل من التظاهرات الغاضبة نتيجة العنف والعنصرية عبر أكثر من 30 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية. مثل الأمريكيون الأفارقة جل ضحاياها. وصفت أحداث لوس أنجلوس عام 92 بأنها الأسوأ منذ عقود. 6 أيام من الاحتجاجات بعد انتشار فيديو لأربعة شرطيين يضربون سائق سيارة أجرة أمريكيا أفريقيا، وقد تسببت تبرئتهم بموجة من التظاهرات والعنف في كل المدن الأمريكية، خلفت قتلى وخسائر بنحو مليار دولار. بعد 4 سنوات عادت الاحتجاجات الواسعة ردا على مقتل شاب أمريكي أفريقي غير مسلح على يد الشرطة في ولاية فلوريدا، ولم تنجح تعزيزات مكافحة الشغب واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع في إسكات التظاهرات التي تحولت إلى مواجهات وأعمال عنف في سانبيت، بعد إعلان هيئة المحلفين الكبرى أن الضابط القاتل تصرف دفاعا عن النفس من دون خرق
أي قوانين جنائية. مدينة سنسيناتي في ولاية أوهايو شهدت أيضا في العام 2001 تظاهرات وأعمال عنف ردا على مقتل أمريكيين أفريقي على يد رجال الشرطة. وفي العام 2009 فجر حكم المحكمة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا بتبرئة شرطي من تهمة القتل العمد لرجل أمريكي أفريقي براكين الاحتجاجات والمواجهات مع الشرطة، اعتقل على إثرها أكثر من 100 شخص. وفي العام 2014 عاشت مدينة فيرجسون بولاية ميزوري 10 أيام على صفيح ساخن بين السكان الأمريكيين الأفريقيين والشرطة على خلفية إطلاق شرطي النار على شاب أمريكي أفريقي وقتله ليندلع العنف مجددا بعد إسقاط الملاحقات بحق الشرطي. وبينما هاجم متظاهرون غاضبون في العام 2015 سيارات للشرطة ومحلات تجارية في مدينة بالتيمور، وتجمع المئات للمطالبة بالعدالة بعد وفاة الشاب فريدي جراي متأثرا بكسور أصيب بها في فقرات الظهر بعد أسبوع على توقيفه، اندلعت أعمال شغب واحتجاجات في مدينة ميلوكي بولاية ويسكونسن بعد مقتل رجل أمريكي أفريقي على يد الشرطة، وتطور الأمر إلى إحراق للمتاجر والمحلات واعتقال العشرات فيما قدرت الخسائر بملايين الدولارات. إذا مشاهدينا، هي مجموعة من الأحداث طلعنا عليها مع زميلة بيسان طراف. للحديث عن هذا الموضوع معنا من الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن تحديدا عبر سكايب الصحفي والناشط الأمريكي شون بلاكمون. سيد بلاكمون، أهلا بك. صحيح أن هناك العديد من الاحتجاجات، لكن التشبيه اليوم يذهب باتجاه أحداث عام 1992 بعد تبرئة أفراد من الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على رودني كينغ في لوس أنجلوس، أو البعض الآخر يتحدث أنه ما يحصل اليوم يشبه المظاهرات التي خرج عام 2014 بعد وفاة مايكل براون. هل الموضوع كذلك؟ هل يشبه هذه الأحداث؟ أم أن الأمور اليوم تختلف؟ هو وضع استثنائي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا شك في إمكانية طرح بعض مواطن التشابه بين مقتل براون ورودني كينغ في التسعينات على مستوى عنف الشرطة، فهذا العنف متأصل في عمل الحكومة وكان سمة جوهرية في عمل الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسس البلد ومنذ تأسس أنظمة وأجهزة الشرطة. إلا أن الفارق هذه المرة وما يجعل هذه المظاهرات وهذه الانتفاضات مختلفة عن سابقاتها هو أننا لازلنا كذلك نتعامل مع جائحة كورونا المستجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تخلت بصورة كاملة عن شعبها. نتحدث عن أكثر من 40 مليون عاطل عن العمل، وقد بدأنا في هذا الشهر بأيام والناس في الكثير من الحالات غير قادرين على دفع ثمن الإيجار وثمن الطعام وكل حاجيات أبنائهم. بالتالي الظروف المادية، الظروف المعيشية قد ازدادت صعوبة في بلدنا لأن الحكومة رفضت أن تساعدنا، لا لأنها غير قادرة فهي الأثرى في العالم، لكنها اختارت ألا تساعد شعبها. والحزبان الأساسيان الديمقراطي والجمهوري اعتبرا أن الأولوية تقديم مساعدة أبناء وول ستريت وأصحاب المليارات فيما يترك الشعب يواجه مصيره. وإضافة إلى ذلك، الحكومة نفسها التي تركتنا نواجه مصيرنا هي الحكومة نفسها التي تسمح باستدامة أعمال قتل الأبرياء على يد الشرطة كما رأينا في حالة جورج فلويد، ثم تلتفت وتقوم بفرض قمع الشرطة على الناس في إطار المظاهرات السلمية. بالتالي هي عاصفة مثالية للظروف والتدخل ما بين العناصر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أفضت إلى ولادة هذه الحركة المقاومة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الممارسات القمعية للشرطة. طيب وترامب. سيد بلاكمون، قبل قليل أيضا كان معنا مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان، وقال أنه ما شهدته الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس من موقف لوزير الدفاع مارك أسبر يشبه انتفاضة عسكرية، وكأن هناك اليوم بالإضافة إلى التحركات الاحتجاجية المدنية للشعب على الأرض أيضا هذا الاعتراض على قرار الرئيس الأمريكي بقمع الاحتجاجات عبر استخدام الشرطة، هذا الرفض للقرار يشبه انتفاضة عسكرية. كيف قرأتم هذا الموقف من وزير الدفاع مارك أسبر إزاء رفض ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
ربما نشهد على بعض المعارضة في مواجهة ترامب على مستوى إدارته، وذلك بطرق مختلفة قليلة، حيث تحدث ترامب عن إمكانية تطبيق بعض القوانين السابقة كقانون تمرد ما يسمح بنشر الجيش الأمريكي على الشوارع الأمريكية لقمع وكمفاه المعارضين السياسيين. لكن لابد للمشاهد أن يعرف أن الحكومة الأمريكية خارج إدارة ترامب، أتحدث عن الجمهوريين والديمقراطيين، هم دعونا إلى حد كبير لعسكرة الشرطة بصورة عامة. مثلا في الأسبوع الماضي رأينا كيف أن مجلس النواب الخاضع لأكثرية الحزب الديمقراطي قام بتجديد قانون الحرية، وهو أشبه بتعديل للقانون القومي The Patriot Act الذي جرى تصديره بعد اعتداد 11 من أيلول سبتمبر بهدف تعزيز مستوى التنصت ومراقبة الناس وكذلك إمكانية وسم الناس بتوصيف الإرهابي. وترامب بحد ذاته رأيناه كيف أنه لجأ إلى مصطلح بحق المتظاهرين وتحدث عن الإرهاب الداخلي. إذن ما نشهد عليه هو مسعى نظامي ل تطبيق الوصمة نفسها على هؤلاء المتظاهرين، كان ذلك على مستوى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي. وحتى في ظل هذه المواجهة لبعض السياسيين لترامب، إلا أن السياسيين الأمريكيين من الحزبين داعون لعسكرة الجيش. طيب سيد بلاكمون، أنت باق معنا في هذه التغطية حتى نهايتها، ولكن مشاهدينا كيف يتفاعل الشعب الأمريكي، كيف يتفاعل المتظاهرون أيضا على مواقع التواصل؟ إذن ما سأله لبهية حلاوي. بهية، إذن الأمريكيون بعد مرور أكثر من أسبوع على انطلاق هذه التظاهرات على مواقع التواصل، أي المواقع التي يستخدمونها؟ عادة في كل بلد هناك مواقع تتفوق على أخرى، ولماذا كان هناك انتقاد أيضا من قبل توماس فريدمان لمارك زوكربيرغ عندما وصفه بمردخ الجديد؟ لماذا هذا الانتقاد أيضا من قبل فريدمان؟ صحيح، ما زال تويتر يسيطر على المشهد. تويتر يعني يبدو اليوم المنصة الأحب إلى المتظاهرين أو إلى قلب المتظاهرين، ويعتمدون عليه بشكل كبير وبشكل وافي. تجد كل المواد التي تريدها، كل يوم توثيق جديد للمظاهرات في كافة الولايات، ونحن أيضا في الميادين ناتي يعني نرصد ذلك بكل حذافيره، وربما يمكن للمشاهدين أن يجدوا هذه المواد لدينا. بالنسبة للانتقادات التي يعني تنالها المنصات الأخرى على رأسها فيسبوك اليوم، هي نوعا ما يعني غير عادلة. اليوم تويتر أساسا وضعت الوصوم إلى جانب تغريدات ترامب على اعتبار أنها تحتوي نوع من الخطاب الكراهية وتأجيج العنف وإلى ما هنالك، يعني كل ما يرتبط بالفايلنس أو بسياسة خطاب الكراهية أيضا أو الهيت سبيتش التي يعتمدها الرئيس الأمريكي ترامب. في المقابل فيسبوك، ويعني نتحدث عن مارك زوكربيرغ تحديدا المدير، هم اعتبروا أن تصريحات ترامب أو منشوراته هي يعني تعبر عن وجهة نظره، ومن حق الناس أن يستمعوا إليها أو أن يتابعوها، وبالتالي رفضوا أن يتعاطوا مع هذه المواد. هنا حصل الانقسام، الناس اليوم تنتقد فيسبوك على الموقف الذي يعتمدوه، وحتى ضمن فيسبوك نفسه الموظفون يعني يشكلون نوع من الضغط الإضافي على زوكربيرغ لاتخاذ موقف مختلف ولمعارضة هذا المحتوى. في المقابل الناس يعني نوعا ما تحتفي بتويتر وتعتبر أن ما قامت به نوع من النبل ويعكس يعني نوع من المسؤولية العالية. وكانوا وقوف إلى جانب الناس والمتظاهرين، هكذا تعتبر الناس. ولكن هذا في واقع الحال ليس كافيا. اليوم تويتر وضعت الوصوم نعم، ولكنها لم تحجب المحتوى، وبالتالي ما زال ترامب يستغل هذه المنصة لينشر ما يريد. هو في كل ساعة لديه تغريدات جديدة، هو ينتقد أشخاص جدد، وبالتالي ما زال يستغل هذه المنصة. الفارق اليوم أن الناس ومن يتابع الرئيس الأمريكي ترامب ومن يتابع طريقة أدائه بات لديهم مستوى أعلى من الوعي للتعاطي مع هذه المادة. هم يتجنبون أن يروي لما يقوله ويرد عليه لكي لا ينجح في تشتيت انتباه الناس ويحجب اهتمامهم عن الأمور التفصيلية الأخرى أو النزول إلى الشارع وغيرها. وفي المقابل يستخدمون هذه المنصات ليعكسوا أيضا الوعي في خطابهم وفي المطالبات التي يقدمونها. اليوم المشهد السائد يعني على منصات التواصل الاجتماعي مطالبة بالاحتكام للتاريخ وتذكير للحكام المحليين، حكام الولايات أيضا،
واشنطن بالوقوف وقفة عز للولايات المتحدة الأمريكية، لأن التاريخ سيشهد على هذا الموقف، وهذا هذا شيء جديد لم نشهده قبل على منصة تويتر. هؤلاء الشباب عندما يتعاطون بهذا المستوى من الوعي وعندما يخاطبون المحليين، هم تجاهلوا ترامب أساسا وأصبح الخطاب موجه لأشخاص مختلفين، أو التارجت أودينس أو الفئة المستهدفة من حديثهم أصبحت مختلفة. وخلال توجيههم هذا الخطاب، هي ماذا يستخدم المتفاعل الأمريكي إذا صح التعبير أو المواطن الأمريكي على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل؟ يستخدم أكثر الفيديو، يستخدم الصورة، يستخدم المنشورات، بماذا يتوجه لعموم أو للرأي العام الأمريكي باختصار لو سمحت؟ طبعا الكثير من المواد البصرية، لأننا تحدثنا سابقا عن أهميتها وقوة تأثيرها والاستفادة منها في المقالات والتعاطي معها في الأخبار ووسائل الإعلامية. النقطة الأساسية أن المواطن الأمريكي أو المشارك في هذه المظاهرات تحول من راصد أو متلقي للمواد من وسائل الإعلام، وأصبح هو صانع المادة، هو الذي يقدم المادة الأساسية التي حتى وسائل الإعلام باتت تستند إليها وتخاف منها، وهذا هو الرقابة التي تحدث عنها فريدمان ربما نناقش يعني. وربما من الكلمات التي كانت لافتة على مواقع التواصل أو تم تداولها بشكل كبير مشاهدينا كانت أنديفا، هي حركة احتجاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحد خطاباته بعد اندلاع هذه الاحتجاجات، واتهمها أنها هي من تقف وراء هذه الاحتجاجات ووصفها بالمنظمة الإرهابية. نطلع أكثر على هذه الحركة في هذا التقرير لحسين السيد. أهلا بكم. اتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن أعمال الشغب في الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في الولايات المتحدة، وصنفتها الإدارة الأمريكية منظمة إرهابية. لنتابع. The violence and vandalism is being led by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs, hurting businesses and burning down buildings. حركة أنتيفا التي هاجمها ترامب في أكثر من مناسبة حركة لا قادة لها ولا زعماء، وبالرغم من السرية التامة التي تتميز بها الحركة، إلا أنها تعتبر منظمة يسارية مناهضة للرأسمالية والنيو ليبرالية، كما أنها تعادي الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف. ليس هنالك من تاريخ محدد لنشأة أنتيفا، إلا أن ظهورها بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ولدت من رحم التحركات المناهضة للديكتاتورية آنذاك، وتنامت لتصبح اليوم في الصف الأول في مواجهة التمييز العنصري في الولايات المتحدة، إذ أن تحركاتها باتت تنشط في أي حدث يعنى بحقوق الإنسان ولا سيما حقوق الأقليات. ناشطو المنظمة الذين يرتدون أغطية للوجه وملابس سوداء يتحركون في مجموعات بشرية صغيرة ويحاولون لفت الانتباه لمواقفهم الداعية للتغيير والتمرد على الأوضاع الحالية، إذ يرى هؤلاء أن منظمتهم ما هي إلا رد فعل طبيعي على تنامي الاتجاهات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن وصول ترامب إلى الحكم بعث الحياة في أنتيفا من جديد وزاد حماس أعضائها بضرورة محاربة السلطة بما يمثلها شخص ترامب نفسه. سيد بلاك مون، هذه الحركة أنتيفا ماذا يمكن أن تخبرنا عنها أكثر لكي نعرف المشاهد عنها أكثر، خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان اتهمها بأنها منظمة إرهابية وحاول أن يقول بأن هذه الاحتجاجات هذه المنظمة هي من تقف خلفها، من هي هذه المنظمة ولماذا ركز عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ Well, Donald Trump is using this term Antifa, which stands for anti-fascist. دونالد ترامب يستخدم هذا المصطلح واسم أنتيفا أي معاداة الفاشية كمصطلح عمومي صراحة ليوصف أي جهة تتحدى الوضع الراهن وتتحداه، ويستخدم بالطبع هذا المصطلح لتبرير أعمال القمع العميقة التي حصلت برضا في ظل هذه المظاهرات. لقد كنت حاضرا على الأرض في واشنطن العاصمة عندما جرى إخلاء الشارع أمام البيت الأبيض بشكل عنيف من جانب الشرطة، ليتمكن ترامب من أن يحظى بصورة يلتقطها أمام الكنيسة، الصورة الشهيرة التي رأيناها جميعا. بالتالي يجدر بنا أن نكون واضحين في التوصيف.
الشخص المعادي للفاشية أي عضو في أنتيفا. أولا يجب أن نعرف أن لا وجود لمنظمة بحد ذاتها. نتحدث عن حركة عمل. يمكنكم مثلا أن تتقدموا بطلب انضمام إلى أنتيفا. الشخص الذي ينطبق عليه توصيف أنتيفا هو معاد للفاشية، هو تقدمي ومعاد للحكم القائم، ورأينا ذلك في التاريخ عندما هزم الجيش الأحمر للنازيين. ذلك كان جهد معاديا للفاشية، وذلك مرتبطا كذلك بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن بصورة أساسية ما قامت به هذه الحركة هو بأنها ألحقت الهزيمة بالفاشية وبصورة أحادية. بالتالي ما يقوله ترامب عبر هذا التوصيف هو أنه يجب أن يكون من غير القانوني أن يكون المرء معاديا للفاشية، وذلك بالطبع غير منطقي على الإطلاق. لكن ذلك يندرج في سياق كل خطابه اليميني المتطرف الكاره لمتحولي الجنس ومثليي الجنس، وكذلك كل أنواع الأشخاص الذين يرفضون الوضع الراهن. وهذا بالطبع يحاكي كل الجهات والقاعدة التي أوصلته إلى حكمه، وذلك بمساعدة القيادة الديمقراطية، حيث أن بعض الأشخاص الذين يعملون كعمدة في الولايات مثل عمدة واشنطن من الديمقراطيين قد وافقوا على الآراء. وهذه العمدة في واشنطن فرضت حظر تجول في واشنطن، وبهذه الطريقة هي تساعد ترامب. وتم إرجاء وقت حظر التجول الآن حتى 11 مساء. لكن أتحدث عن القيادات المنتخبة على المستويات كافة، ويبدو أنها تخذل المواطن من اليمين إلى اليسار، ولا بد أن يكون المشاهد واضحا. التركيز على أنتيفا يندرج في سياق جهد يسعى إلى تقويض المغزى من هذه المظاهرات التي عمت العالم بعد مقتل فلويد، لإظهار أن بعض الأشخاص الذين يرتدون اللون الأسود قد انضموا إلى المظاهرة فعرفوها عن مسارها. لا، قد كنت على الأرض ورأيت المظاهرات، ورأيت كيف الشرطة تعامل الناس بدرجة كبيرة من القمع، وأنا تعرضت سأتحدث سيد بلاكمون معك عن الشرطة، وهناك تقرير حول طريقة تعاطي الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين. سأتحدث معك أكثر حول هذا الموضوع. ولكن أيضا البيت الأبيض مشاهدينا كان هناك سياسة تجاه حركة أنتيفا. ما هي الطريقة أو كيف حاول البيت الأبيض أن يروج ضد هذه الحركة الاحتجاجية أنتيفا؟ نعم، يعني بعد أن فشل ترامب في شيطنة هذا الأورجنايزيشن أو التجمع كما يسمون نفسهم على الساحة الافتراضية، لجأ البيت الأبيض للترويج لمواد مضللة عبر نشر 7 قصص ضمن 7 فيديوهات مختلفة على الموقع الرسمي للبيت الأبيض ومنصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الفيديوهات مفادها أن المتظاهرون المحتجون في الشوارع قاموا ببناء بعض الحواجز أو البريكس أو يعني الحواجز أو عواقب اسمنتية. نعم، الحواجز الإسمنتية التي تستخدم عادة يعني لرمي الطلقات النارية أو القنابل أو غيرها من الأسلحة وال يعني مظهر من مظاهر العنف. وبالتالي يعني في دلالة على شيطنة أنتيفا وطريقة تعاملهم مع الناس في الشارع ومع الشرطة في المقابل. هذه المشاهد التي نراها الآن على الشاشة. ولكن سرعان ما قامت مواقع عديدة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض الناشطين أيضا يعني سرد واقع عن كيف تم الاستفادة من هذه الإسمنتيات، ووضحوا بأنها كانت موجودة حتى قبل المظاهرات، هي في عمليات بناء طبيعية موجودة في الشارع. ولكن البيت الأبيض يحاول أن يصور على أن المتظاهرون سيستفيدون منها بطريقة ما لرمي الرصاص ضد عناصر الشرطة. اللافت في تعاطي يعني الناس مع هذا الموضوع كان الرد واضحا ومباشرا من المتظاهرين ومن الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، بحيث أجبر البيت الأبيض بعد ساعات من نشر هذه الفيديوهات التي نالت رواجا كبيرا بطبيعة الحال على إزالة هذه الفيديوهات ويعني نسيان أمرها بشكل تلقائي وكأنهم لم ينشروها سابقا. هذا يأخذنا إلى ما قاله توماس فريدمان بالنسبة لبارونات منصات التواصل الاجتماعي كما سماها.
هذا الرجل يعتبر أن هذه المنصات لعبت دورا أساسيا في هذه المرحلة. وهنا بالتحديد يعني نعود بالذاكرة إلى قصة حارس البوابة أو نظرية الجيت كيبر المعروفة في الوسط الإعلامي، والتي يعني يركز من خلالها الباحثون والناشطون على طريقة اختيار وانتقاء المواد التي يتم قبولها للنشر ويتم حجبها للنشر. في السابق كان المحرر الأساسي أو مدير غرفة الأخبار هو من ينتقي المواد ويسمح بالتالي بنشر بعضها ورفض البعض الآخر. اليوم وسائل منصات التواصل الاجتماعي في الدور الذي لعبت فرضت على كل وسائل الإعلامية التي تواكب الحدث نوع من الرقابة الذاتية، هو عملية سيلف فلتريشن أو تنظيف ذاتي للمحتوى الذي يمر على هذه المنصات. وبطبيعة الحال فرضت الصورة كما هي نفسها على الصحة الافتراضية، وهذا السبب الرئيسي الذي يعني من ورائه اعتبر فريدمان أن هذه بارونات حقيقية ولم ينتقدها على غرار مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين الذين ينتهجون الأسلوب نفسه مثل فريدمان. وربما صورة الشرطة الأمريكية بهية كيف كانت تتعامل مع المتظاهرين أيضا، فرضت نفسها مشاهدين في هذه التطورات والاحتجاجات في الولايات المتحدة. الشرطة الأمريكية تستخدم العديد من الأسلحة لتفريق المتظاهرين في أنحاء البلاد، إلا أن أغلب الأسلحة المستخدمة لا تفرق المحتجين فحسب، بل تتسبب لهم في إصابات خطيرة قد تصل إلى حد الوفاة. مع اندلاع شرارات الاحتجاجات الأمريكية على خلفية مقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد على يد ضابط شرطة، وبدلا من تحقيق مطالبها المحقة، عمد عناصر الشرطة منذ اليوم الأول إلى قمع هذه التظاهرات أينما وجدت. نهج القمع الذي تعتمده الشرطة في الولايات المتحدة يقوم على استخدام عدد من الأسلحة التي غالبا ما توصف بأنها غير قاتلة، لكنها تؤدي في نهاية المطاف إلى قتل عدد من المتظاهرين وجرحهم. السلاح الأكثر استخداماً لدى الشرطة الأمريكية هو الغاز المسيل للدموع، وهو عبارة عن مساحيق كيميائية مركبة داخل عبوات ينتج عنها حريق في العينين والفم، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الاختناق وفقدان الوعي، تماماً كما يفعل رذاذ الفلفل الحار المستخدم بكثافة أيضاً. الرصاص المطاطي والبلاستيكي. أصيب العديد من المتظاهرين في شوارع الولايات المتحدة بطلقات مطاطية وبلاستيكية أطلقت من أسلحة آلية تستخدمها الشرطة الأمريكية ضد المحتجين بكثرة في الآونة الأخيرة. خطورة هذه الأسلحة تكمن في إطلاق الرصاص المطاطي عن قرب على المتظاهرين، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة ومميتة. القنابل الصوتية. يؤدي انفجار القنبلة الصوتية التي تستعملها الشرطة الأمريكية لتفريق الاحتجاجات تؤدي إلى صمم مؤقت لدى المحتجين، فضلا عن تأثيرها على سوائل الأذن، ما يؤدي إلى فقدان الإنسان لتوازنه. وفي حال وجود المتظاهرين على مسافة قريبة منها، قد يؤدي انفجارها الارتجاجي إلى حروق في الجلد وحتى الموت بحسب منظمة أطباء لحقوق الإنسان الدولية. ربما الكثير مشاهدين من المشاهدين عندما رأوا هذه الصور للشرطة الأمريكية قد تفاجأ. سيد بلاك مون، يعني عادة ما يتم الحديث عن في الولايات المتحدة الأمريكية عن حرية التعبير، أو هذه الصورة التي يتم يعني محاولة عكس هذه الصورة في الإعلام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما نراه من تصرفات ومن طريقة في قمع التظاهرات يثير الكثير من الأسئلة، خاصة عن القساوة المستخدمة من قبل الشرطة الأمريكية بحق المتظاهرين. لماذا هذه القسوة في طريقة التعاطي؟ الإجابة بسيطة، كثيرة جدا هي حالات القمع العنيف والوحشية تجاه المتظاهرين، لأن هذه الحكومة ممثلة بالحزبين الجمهوري والديمقراطي لا تريد أن ترى أي شيء من شأنه أن يواجه أو أن يواجه تحديا لسلطتها، وهي تعتبر أنها قائمة على مؤسسات جوهرية وأساسية تسمح لها بالحفاظ على استتباب النظام في الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين. وعندما أتحدث عن النظام أتحدث عن ذاك النظام والأمن الذي يخدم مصلحة الحكومة. إذن ترامب بحد ذاته ووسائل الإعلام المملوكة من الشركات التي تحمل اسم الليبرالية تستفيد من ذلك، لكن الإعلام في نهاية المطاف مملوك من الشركات ومن الأشخاص النافذين والأثرياء والذين يشعرون بالتهديد عندما يروا أي دمار وتلف يلحق بالأضرار، وبالتالي هذه
مؤسسة وهذه الإدارة مدعوة إلى الحفاظ على هذه الآلية وعلى هذه النخبة، ويبدو أنه في ظل هذا الحكم وفي ظل ترامب الممتلكات أكثر ثمنا وأغلى من حياة الإنسان، ولطالما كان ذلك صحيحا على مستوى الجرائم المروعة المرتكبة. أنا أهلي عملوا مثلا كممتلكات في المتحدة الأمريكية، فهكذا أتي بهم إلى هذا البلد وهكذا ولدت أنا هنا فكانوا من العبيد، بالتالي السلطة تنظر إلى هذه الحركة كتهديد بالنسبة إلى وجودها وإلى النظام بحد ذاته، حيث هناك إمكانية لإطلاق وتشكيل حراك شعبي حقيقي على ضوء ما نشهد عليه في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، حراك يمكنه أن يسدد ضربة جماعية إلى النظام، فنحن نلقى دعما كبيرا في مختلف أنحاء العالم. لقد شاهدنا على مظاهرات حاشدة في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتصريحات وأفعال وتدابير تأتينا من زيمبابوي وجنوب أفريقيا، الحكومة الصينية تساهم كذلك، بالتالي العالم قد هب لمساعدتنا ومساعدة الشعب الأمريكي، ونظرا للإمبريالية الأمريكية في الخارج هم يرون ارتباط ذلك بهيمنة البيض في الداخل، بالتالي أعتقد أن هذا بالطبع سيفضي إلى تطوير حركة كاملة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية تكون لها ارتباطات دولية توجه ضربة في صميم الحكومة الأمريكية الحالية وتسمح لنا بإحلال المجتمع على الشكل الذي نريده، مجتمع يكون متحررا من عنف الشرطة كسمة دامغه. هذا ما يخشاه ترامب وهذا ما يقود مضاجع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ولذلك لابد لنا أن نبقى في الشارع نواصل النضال وبطريقة منظمة. وربما هذا العنف مشاهدينا بات من المنطقي ربطه أيضا بطريقة تدريب هذه الشرطة الأمريكية ومن خاصة أنه هناك حديث كما ذكرنا في هذه الحلقة أنه الشرطة الإسرائيلية تقوم بتدريب الشرطة الأمريكية. قبل أيام أيضا أحد ضيوفنا هنا في هذه التغطيات ذكر هذه النقطة، بهي ذكرنا هذه النقطة في بداية الحلقة لكن نريد أن نفصل أكثر فيها، خاصة أنه طريقة تعاطي أيضا شرطة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة قد يشبهها البعض بهذه الطريقة في التعاطي مع المتظاهر الأمريكي. نعم بالفعل عبد الرحمن، يعني كل ما تفضلت فيه دقيق. اليوم المختلف على الساحة الافتراضية أن الناس، طبيعة الناس والشباب هم من يتداولون بهذه المواد. عادة كان يعني بعض المناصرين للقضية الفلسطينية وبعض الناشطين المختصين في متابعة الملف هم من يبحثون حول هذه الدلائل وحول هذه الإحصاءات والتقارير. أما اليوم فأصبحت المادة موجودة لدى كل الناس. اليوم هذه المواد رصدناها على تويتر، يعني لفتتني تغريدة يعني من مجموعة من المتظاهرين أو الشباب، قالوا أن اليوم بعض عناصر الشرطة الذين مارسوا هذا القمع وهذه العنصرية يلبسون مثل عناصر الجيش النازي ويتدربون على يد إسرائيليين في أمريكا وفي إسرائيل ويطبقون ما تعلموه على المستضعفين في أمريكا. ومن هنا نعرف يعني اليوم عندما يدرك الشاب الأمريكي أن إسرائيل لها يد في هذه العنصرية ولها يد في تدريب الجيش الأمريكي على هذه العنصرية نوعا ما، إضافة إلى الأسباب الأخرى، يعني نتحدث عن التمييز الموجود يعني لدى بعض المتطرفين اليمينيين وإلى ما هنالك. هذا أمر جديد ومستجد وربما يأخذنا إلى ما قاله الزميل ناصر في أن البي دي أس وغيرها من التحركات والمجموعات هي فعلا تقوم بعملية ثقافية مهمة ممنهجة على بالاستفادة من منصة التواصل الاجتماعي لتوصل هذه الصورة للمتابعين وللشباب الذين فعلا يتأثرون ويتفاعلون مع هذه المادة. هؤلاء الشباب لا يزالون يتظاهرون في الولايات المتحدة الأمريكية بهية. لنتحدث ونعرف أكثر كيف يبدو الوضع في مينيسوتا. مشاهدينا ينضم إلينا الناشط السياسي آدم عبد السلام مباشرة من هناك. سيد آدم أهلا بكم، ونحن سنرى بعد قليل مشاهد قمت أنت بتصويرها أيضا لنراها عبر شاشة الميادين. كيف يبدو الوضع في مينيسوتا وأيضا في المدن الأمريكية المحيطة بها في ظل استمرار هذه التظاهرات الغاضبة؟ شكرا على هذه الفرصة أخي العزيز. بالنسبة لمينيسوتا فهي هادية نسبيا، طبعا قضية قتل الرجل فلويد حدث في مينيسوتا، ولكن في الأول أيام مباشرة بعد هذه الجريمة البشعة كان هناك مظاهرات يعني كبيرة وبدأت فعلا في مينيسوتا، والحاليا بالنسبة لمينيسوتا الأمور هادية، ولكن ولايات أخرى مثل نيويورك ودنفر وواشنطن دي سي ما زالت التظاهرات قائمة في مدن كثيرة وكبيرة في أمريكا من المحيط للمحيط.
ونحن نرى الآن سيد آدم هذه الصور لتظاهرات قمت أنت بالتقاطها بكاميرتك الخاصة. إذا نرى هذه المشاهد مشاهدين للمتظاهرين في مينيسوتا. في مينيسوتا هذه المشاهد سيد آدم، أليس كذلك؟ نعم، هو المشاهد هذه في نفس الموقع الذي قتل الرجل جورج فلويد، هي أمام كنا واقفين في نفس المحط، والمظاهرات ما زالت مستمرة، وهناك تجمعات من جميع فئات الجالية والولاية، وأمور ما زالت قائمة، ويعني الناس يطالبون بالاستماع إليهم وتغيير الوضع الحالي المسيء للقلبيات. طيب سيد آدم، بالنسبة نعم. ليوم الاثنين المقبل موعد تشييع جورج فلويد، كيف يتوقع أن يكون المشهد؟ وأيضا مع التذكير أنه اليوم هناك أيضا حفل تأبين لجورج فلويد، كيف سيكون المشهد يوم الاثنين في مينيسوتا، خاصة في هذا المكان الذي قتل فيه الرجل؟ والله الناس يعني يستعدون، ولكن دفنه سيكون في ولاية هوستن، هو أصلا من هناك وانتقل إلى مينيسوتا، لكن اليوم تقوم له جنازة تذكير وتوديع في ولاية مينيسوتا اليوم، وطبعا الدعوة خاصة، يعني جميع الناس لا يستطيعون الحضور إلى هناك، لكن يوم الثلاثاء يوم يعني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ما أدري بالضبط، يعني ستكون في مدينة هوستن ولاية تكساس. شكرا جزيلا لك آدم عبد السلام الناشط السياسي، حدثنا مباشرة من مينيسوتا. سيد شون بلاكمون، أريد منك كلمة أخيرة للشعب الأمريكي، ماذا تقول لهم وأنت تتحدث مباشرة من واشنطن؟ أقول لهم ابقوا في الشوارع، حافظوا على الصفوف المنظمة وعلى نضالكم في وجه إرهاب الشرطة أينما كنتم في الداخل الأمريكي. لا يمكن أن ننخدع بكل أكاذيب وتضليل إدارة دونالد ترامب، لابد وأن نبقى مرابطين. يعني أنت تطالب الشعب الأمريكي اليوم باستمرار النضال المباشر في الشوارع الأمريكية، هكذا نفهمك؟ بالطبع، حتما. إذن وبهذه الكلمة النضال المباشر مشاهدينا نصل إلى ختام هذه التغطية. أشكرك جزيل الشكر الصحفي والناشط الحقوقي السيد شون بلاكمون، حدثتنا مباشرة من واشنطن. أشكر لك أيضا مديرة الميادين أونلاين بهية حلاو. يبقى الشكر الدائم لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء. We came a long way. We're gonna continue the fight until we get justice.